بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الحضور المبارك ورحمة الله وبركاته. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال: أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز. العلماء في كل الأديان والأقوام هم مقدرون محترمون، إلا أنهم في بحريننا معذبون معتقلون مشردون. على العلماء مسؤوليات تجاه المجتمع، وعلى المجتمع مسؤوليات تجاه العلماء. العلماء المضحون، فمن مسؤوليات العلماء هو أن يدافعوا عن المظلومين وأن لا يرضوا بظلم الناس، وأن يتحسسوا آلام الناس ومعاناتهم، وأن يقفوا في وجه الطواغيت والمستبدين والمستكبرين، وأن لا يسمحوا للطغاة أن يتفردوا بالناس وأن يسلبوا الناس حقوقهم وكرامتهم. ومن مسؤولية العلماء تجاه مجتمعاتهم هي المحافظة على هوية المجتمع الثقافية والدينية، وعليهم أن يعرفوا الناس بثقافة الحقوق، وأن يعلموهم حقوقهم تجاه حكوماتهم. وقد قام علماؤنا المجاهدون المعتقلون الصابرون بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم، وقد كلفهم ذلك السجن والعذاب والإهانة، وكلفهم التضحيات الجسام. وأيضا هناك مسؤوليات على المجتمع تجاه علمائهم المعتقلين. فمن أهم المسؤوليات للمجتمع على المجتمع تجاه علمائهم هي المحافظة على الأهداف التي دخلوا من أجلها السجن. فعلى المجتمع أن يرفع أهدافهم ويصر على أهدافهم ومطالبهم، وأن يرفع شعاراتهم وأن يحافظ عليها. فهؤلاء العلماء قد دخلوا السجن من أجل أهداف ورؤى ومطالب وشعارات. مسؤوليتنا نحن أن نحافظ على هذه المطالب وهذه الشعارات، وأن نسعى لتحقيقها على أرض الواقع، وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل تحقيق هذه الأهداف وهذه المطالب. ومن ضمن المسؤوليات، مسؤوليات المجتمع تجاه علمائهم المعتقلين، الدعاء لهم بالصبر والثبات، والدعاء لهم بالفرج والخلاص. فهذه مسؤولية كبرى على المجتمعات تجاه علمائهم المعتقلين. هذه الفعالية وأمثال هذه الفعالية هي تصب في هذا الاتجاه، في الوفاء إلى القادة المعتقلين، للعلماء الصادقين الصابرين. وهذه الثورة هي تمحيص للناس، وفي مقدمتهم العلماء. فمن يقدم مصلحة نفسه الشخصية مقابل مصلحة الدين والمجتمع، ومن يقدم مصالحه الدنيوية أمام مصالح الدين ومصالح الناس ومصالح المجتمع، فهذه الثورة وهذه الابتلاءات هي تمحيص لنا وتمحيص لعلماء الدين، من يقف مع الناس ومن يقف مع مصالحه الشخصية. وبهذه الابتلاءات
يعرف الله سبحانه وتعالى الصادقين من الكاذبين، لأن في الرخاء كل يدعي أنه مستعد للتضحية من أجل الدين، والكل يدعي أنه مستعد أن يضحي من أجل المجتمع، ولكن في هذه المخاضات الصعبة العسيرة يتضح الصادقون من الكاذبون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن معتقلينا سيما علماءنا المجاهدين. ولا يفوتني في الختام أن أشكر جمعية أمل على هذه الفعالية، وأشكركم أيها الحضور الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.